السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الدرس الجديد من دروس أركمان. كما تشاهد لدي في الخريطة الموضحة أمامك الجمهورية العربية السورية والمحافظات الموجودة في الجمهورية العربية السورية. الآن كيف أستطيع الحصول من إحدى محافظات الجمهورية العربية السورية على المناطق الإدارية الموجودة فيها؟ كما تلاحظ في هذه الخريطة هي تشمل جميع المناطق للجمهورية العربية السورية. أنا سأقوم بالدراسة على محافظة إدلب، لذلك سأقوم الآن باستخراج محافظة إدلب إلى طبقة جديدة، وبالتالي Editor Start Editing، وبعد ذلك أحدد المحافظة وبالنقر هنا وأقول Selection Create Layer From Selected. تلاحظ بسهولة تشكلت لدي اللاير هنا، أقوم بحذف الطبقة القديمة، والآن أريد أن أحصل على المناطق الإدارية الموجودة في محافظة إدلب. سأقوم أولا بتسمية هذه الطبقة إلى إدلب، بعد ذلك سأقوم بالذهاب إلى Arc Toolbox، ومن ثم Analyst Tools، ومن ثم Extract، وبعد ذلك Clip. الآن أريد الانبوت فيتشرز، وهي الطبقة التي أريد أن أستخرج منها البيانات، وهي سيريا أدمين 2، وهي تشمل المناطق الإدارية في سوريا. بعد ذلك اختار الطبقة التي سأستخدم الكليب عليها، وهي طبقة إدلب. بعد ذلك أقوم بتحديد المكان الذي أريد حفظ بياناتي فيه، وأقوم بتسمية الطبقة إدلب Areas، وأقول Save بهذا الشكل. أبقي باقي الخيارات كما هي وأقول موافق. الآن يقوم البرنامج بالتحليل وقام باستخراج هذه البيانات. الآن لم يعد لي أي حاجة للطبقة سيريا أدمين 2، أقوم ريموف. بهذا الشكل تلاحظ كيف تشكلت لدي هنا المحافظة إدلب، وهنا المناطق الإدارية فيها. ولو لاحظت معي هنا، لو جينا إلى Properties وجئنا إلى Symbology وقلنا Category اعتمادا على الاسم، وأقول Add All Value، موافق. تلاحظ هذه المناطق الخاصة بمحافظة إدلب، المناطق الإدارية في محافظة إدلب. ولو جئنا إلى Properties مرة أخرى، ومن ثم Labels، ومن ثم نختار Name 2، وأقول موافق. هنا أقول Label Feature، لاحظ معي كيف ظهرت المناطق الإدارية في محافظة إدلب كما قمنا بهذا الشيء. إذن بهذا الشكل أحبتي نكون قد استطعنا الحصول على كامل المناطق الإدارية في المنطقة المستهدفة. دمتم بخير وإلى دروس أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.